الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. في أواخر هذه السورة المباركة، سورة طه، الآيات الأخيرة تقريبا منها، الله تبارك وتعالى يقول: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. موقف الناس تجاه الهداية الإلهية أحد موقفين: فمن اتبع هداي، الله تبارك وتعالى بعد أن أرسل آدم عليه السلام إلى الأرض، أهبطه إلى الأرض في الآيات السابقة، يقول: فمن اتبع هداي، الهداية الإلهية أنزلها على البشر، فإما يأتينكم مني هدى. الموقف موقفان: الموقف الأول موقف التبعية، الموقف الثاني موقف الإعراض. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، هذا الموقف الأول. شنو النتيجة المترتبة على ذلك؟ فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. في المقابل هنالك صنف آخر من الناس موقفهم موقف الإعراض: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الآثار المترتبة على الإعراض عن الهداية الإلهية آثار ثلاثة: فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه النتيجة الثانية. النتيجة الأولى: فإن له معيشة ضنكا، عيشة في الحياة الدنيا عيشة صعبة شديدة ضيقة، وفي الآخرة: ونحشره يوم القيامة أعمى. يعترض على الله تبارك وتعالى، قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ الجواب: قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. النتيجة الثالثة المترتبة على الإعراض عن آيات الله تبارك وتعالى النسيان: فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الآثار المترتبة على التبعية للهداية الإلهية أو الإعراض عن الهداية الإلهية تشمل الدنيا والآخرة: لو اتبعت فلا تضل ولا تشقى، دنيا وآخرة. لو أعرضت، دنيا فإن له معيشة ضنكا، آخرة ونحشره يوم القيامة أعمى وتنسى. ومن الملفت للنظر أن الآثار المترتبة مساوية وموازية للإعراض عن آيات الله في الدنيا: نسيتها تنسى، هذا نتيجة عملك، نسيت آيات الله تبارك وتعالى نسينا، أهملت الآيات أهملناك، أعرضت عن
عن الآيات، أعرض عن الآيات يعني ما عاينها، غمض عينه، أعرض بوجهه عن تلك الآية فلم يرها، نحشره يوم القيامة أعمى. هذه بعض القصص المرتبطة بالأمم السابقة، الآيات السابقة التي قرأناها في السنوات السابقة ترتبط بالأمم السابقة، حكايات، تاريخ، ما جرى على تلك الأمم السابقة. شنو يخصنا إحنا؟ هل يرتبط شيء منها بنا هذه الآية؟ الجواب عن هذا السؤال نعم. اللي نقلنا لكم في الآيات السابقة أكو فرد ضابطة كلية، أكو قاعدة كلية، هذه تجري على كل الأمم. لا تتصور الله تبارك وتعالى ينقل مجموعة من القصص للتسلية أو لذكر بعض القضايا السابقة حتى الإنسان يعرف ماذا جرى في التاريخ. لا، هنالك فلسفة معينة تحكم التاريخ سابقا الآن لاحقا، هذه مو مجرد قضايا تاريخية، هنالك فلسفة معينة، هنالك قواعد معينة، هنالك ضوابط، هنالك سنن إلهية، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذا أنتوا الأمة المعاصرة تسوون مثل تلك الأمم، تمشون على نفس الطريقة، الإعراض عن آيات الله، تبتلون بنفس ما ابتلي به أولئك. هذه الآية تبين فلسفة التاريخ. احنا عندنا تاريخ وعندنا فلسفة تحكم التاريخ. مرحوم الوالد رحمة الله عليه عند فرد كتاب اسمه فلسفة التاريخ ضمن الموسوعة الفقهية. من فلسفة التاريخ هذا الأمر أن ما جرى على الأمم السابقة اتباعاً أو إعراضاً يجري على كل تلك الأمم، ولذا يقول تعالى وكذلك، يعني كما جرى على تلك الأمم السابقة حيث أعرضوا عن آيات الله تبارك وتعالى فأصيبوا بحياة ضيقة صعبة، أصيبوا بضنك في الحياة والمعيشة، أصيبوا وسيصابون بالعمى في الآخرة والنسيان، كذلك يجري على كل أمة سلكت نفس الطريق ونفس السبيل بالإعراض عن آيات الله تبارك وتعالى. وكذلك نجزي، وكذلك هاي كلمة واحدة ولكنها مركبة من أربع كلمات. كاف التشبيه، ذا اسم الإشارة، لام للبعد، كاف الخطاب، أربع كلمات ركبت مع بعض فشكلت كلمة واحدة. أصلها ذا إشارة، تارة تشيرون إلى القريب يخلون ها، ها التنبيه في أولها فيصير هذا، تارة تشير إلى المسافة المتوسطة فيصير ذاك، هذا للقريب، ذاك للمتوسط. إذا أردت الإشارة إلى شيء بعيد تخلي اللام التي تفيد معنى البعد، ذلك، هذا اللام ذلك،
تفيد إلى تفيد البعيد، أكو فد بعد بينك وبين تلك المواقف. الكاف في البداية كاف التشبيه، الكاف النهاية كاف الخطاب. كذلك يعني مثل ما جرى على تلك الأمم السابقة سيجري على كل أمة تنتهج نفس المنهج. وكذلك، وشغل كذلك الربط بين الجملتين أو المعنيين المتقاربين، معنى سابق معنى لاحق، أريد أن أربط بينهما. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره أعمى ويمسى. وكذلك أريد أربط السابق البعيد باللاحق المعاصر الذي أعيش فيه. هذا للتنبيه، هذا للاعتبار، مو فقط لنقل القضايا والقصص، واحد يمشي ويعبر وخلاص انتهى الأمر، لا، انتبه اعتبر. وكذلك نجزي من منو؟ نجزيه بما جزيناها الأمم السابقة. من يتصف الفرد أو الأفراد أو الأمم الذين يتصفون بصفتين، من أسرف، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية، ولم يؤمن بآيات ربه. صفتان، الأول الإسراف، الثاني عدم الإيمان بآيات الله. شنو معنى الإسراف؟ الإسراف بمعنى التجاوز عن الحد. الله تبارك وتعالى رسم لكل شيء حدا. الإنسان لازم يمشي في هذا الطريق المستقيم، لا إفراط ولا تفريط. المشي في الطريق المستقيم بلا إفراط ولا تفريط. إذا تجاوز عن الحد هذا يسمى الإسراف. إذا قصر دون الوصول إلى الحد هذا يسمى التقتير. بين الإسراف والتقتير هنالك خط وسط، إلزم الخط الوسط الذي هو القوام. الآية الكريمة تقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. في الإنفاق لا إسراف يعني لا إفراط، ولا تقتير يعني لا تفريط، إنما أمر بين الأمرين، إلزم الحد الوسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، ما يتجاوزون الحدود، ولم يقتروا، ما يقصرون في الإنفاق فلا ينفقون النفقات الواجبة كالخمس والزكاة وما أشبه ذلك، وكان بين ذلك قواما، الخط الوسط. طبعا واحد لا يتصور الإسراف فقط في المسائل الاقتصادية والمالية. إحنا اللي الآن يجي ببالنا عادة من كلمة الإسراف أنه إسراف في الماء، إسراف في الأكل، إسراف مثلا في الكهرباء وما أشبه ذلك، هالأمور التي ترتبط بالاقتصاد، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا مصداق من مصاديق الإسراف. هناك إسراف في القضايا الجنسية أيضا، هذا الله تبارك وتعالى أطلق عليه الإسراف، فوصف قوم لوط بأنكم قوم مسرفون، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، إنكم قوم بل أنتم قوم مسرفون. هذا إسراف.
نفس ما جرى على تلك الأمة سيجري على هذه الأمة أيضا، حيث تجاوزوا الحد في هذه القضايا. ولذا الأمراض الكثيرة المنتشرة، السقوط العائلي المنتشر في كل العالم، الميوعة اللا أخلاقية، الانحطاط، يؤدي بالأمة إلى الهلاك. وهكذا هنالك إسراف في الجزاء وفي العقاب، إسراف في القضايا الاقتصادية، إسراف في القضايا الجنسية، إسراف في العقاب. عاقب ولكن بحدود طبق القوانين الشرعية المطابقة للعقل. هنالك مجال للعقاب ولكن لا تتجاوز الحد، ولكم في القصاص حياة، ولكن ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف. الإسراف في الجزاء، فلا يسرف في القتل. الله تبارك وتعالى جعل هنالك نظاما دقيقا للحياة الدنيوية. مثل هذا النظام الدقيق في الحياة الدنيوية، هنالك نظام دقيق في الحياة الأخروية. اللي يتجاوز الحد في الدنيا يصفع صفعة تكوينية. هذا نظام الكون، نظام تكويني طبيعي، لازم تدير بالك، لا إسراف ولا تقتير، راعي الحد. إذا تجاوزت الحد هنالك آثار وضعية، آثار سلبية تنعكس على الإنسان، تدمر الإنسان. مثل شنو؟ أفرضوا كمثال المعدة، معدة مكان الطعام، لازم تأكل ما يصلح البدن، فإن تجاوز في الأكل إلى حد التخمة في اليوم الأول ما يظهر أثره. متى يظهر أثره؟ ربما بعد 20 سنة، 30 سنة، الإنسان يصاب بأمراض غير قابلة للعلاج. بعض الأحيان أيضا يظهر الأثر فورا، طعام لذيذ طيب ولكن فيه سم، جاء الإنسان وتناول هذا الطعام، شنو يصير؟ فورا السم يؤثر عليه ويقضي عليه. اكو حد، دير بالك، كل باعتدال لا اكثر ولا اقل، كل الطعام الصحي الملائم للبدن لا اكثر ولا اقل، كل الطعام الصالح، والا انت تتأذى، انت تتضرر، مو الشارع يتضرر، مو واحد يتضرر، هو الانسان يتضرر. وهكذا في كل شيء. في العين كيف تنظر؟ الى ماذا تنظر؟ ما اريد اتحدث عن الاخره، لا الدنيا. اذا واحد ينظر الى نور الشمس يصاب بالعمى، اذا واحد ينظر الى نور الشمس مستقيم، نظره مستقيمه مباشرة، بعد فترة يصاب بالعمى. إذا واحد يعيش في ظلام في السجن فترة طويلة، بعدين يجيبوه في النور، فورا يصير أعمى. هذا النظام تكوين. فالسمع أيضا كذلك، كل شيء في بدن الإنسان في هذا الكون، النظام التكويني الطبيعي حاكم على الإنسان. تحدي هذا النظام يسبب سقوط الإنسان ودمار. يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: وجعل لكل شيء حدا، يعني جعل الله تبارك وتعالى لكل شيء في هذا الكون حدا، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا. اللي يعاند يتجاوز ذلك الحد جعل له حدا. اللي يخالف القوانين التكوينية في الجاذبية يسقط، يروح فوق الجبل ويرمي بنفسه
ويقول أنا لا أؤمن بالجاذبية، شنو يصير؟ إلى المستشفى أو إلى المقبرة، صحيح لو لا؟ هذا تحدي النظام التكويني الإلهي. نفس الشيء في المعادلات الأخروية، تحدي النظام التشريعي الإلهي في العين والسمع والبصر والقلب، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واغضض من صوتك، غضوا أبصارك، وقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. الله تبارك وتعالى جعل حدا للتعامل مع البدن، مع هذا النظام الموجود، ويؤثر أثره في عالم الآخرة. فمن تجاوز ذلك الحد ارتطم وهلك في الدنيا والآخرة. وكذلك نجزي من أسرف، هذه الصفة الأولى، من أسرف يعني تجاوز الحدود الإلهية الكونية الطبيعية، القوانين التشريعية الأخروية. الإسراف في العمل يؤدي بالإنسان إلى جحد آيات الله تبارك وتعالى، يؤدي به إلى عدم الإيمان. الإسراف في كل شيء، تكرار هذا الإسراف، عدم الاعتناء بالأحكام الإلهية، النتيجة ولم يؤمن بآيات ربه. هنا المفسرين بالنسبة إلى أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ذاكرين مجموعة من الوجوه، إما ولم يؤمن بآيات ربه بيان للإسراف، ولم يؤمن بآيات ربه ده يبين الإسراف، شنو الإسراف؟ في أجل المصادق ولم يؤمن بآيات ربه. وأما لا، نقول الإسراف في مقام العمل وعدم الإيمان بآيات الله في مقام العقيدة. الإنسان يهتدي إلى الطريق الصحيح عقيدة وعملا، ما يصير واحد يتكل على العقيدة فقط من دون العمل. الذين آمنوا، هذه عقيدة، وعملوا الصالحات، هذا عمل. هنا الذين أسرفوا ولم يؤمنوا بآيات الله، الإسراف في مقام العمل ولم يؤمن بآيات الله في مقام العقيدة. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، يعني بحجج الله تبارك وتعالى ودلائله وبراهينه، نجزيه في الدنيا بالحياة الضنك، الحياة الصعبة. كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. ولكن الويل، كل الويل في عذاب الآخرة، نستجير بالله من ذلك. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الإعراض عن السنن الإلهية كما تسبب سقوط الفرد والأمة في الدنيا، كذلك تسبب سقوط الفرد والأمم في الآخرة. عذاب الدنيا إلى حدود، واحد يأخذوه يذبوه بالسجن يعذبوه، التعذيب إلى حدود، سياط على ظهره، ظهره يؤلمه، حينما يضربوه على ظهره بعد رجله ما يؤلمه. العذاب الدنيوي، التعذيبات في السجون أو غير السجون، إلى حدود في الظاهر، وفي بعض الأحيان بتشمل الروح، يمتلك روح قوية، كل ما يعذبون جسده إيمانه شنوه؟ لا يقل، عزمه لا يقل، يبقى راسخ العزم، عنده عزيمة، روحه جدا قوية، لا يتزعزع أبدا. كما ذاك السجان سأل السيد العام الشهيد رحمة الله عليه، قال: ما الذي يصبرك يا حسن تحت أشد أنواع التعذيب؟ السيد قال: شنو اللي يصبرك
فقال السيد في تلك الحالة من الضعف الشديد: إيماني بالله. عذاب الدنيا ينتهي خلاص، في شيء من الظاهر وربما من شيء من الروح، ولكن في بعض الجوانب البسيطة، ولكن عذاب الآخرة تشمل كل الظاهر وكل الباطن، لأنها محيطة بالإنسان من كل جوانبه وفي كل الأبعاد. ولذا هذا تحذير للفرد وللأمم أن يسلكوا منهج الأمم السابقة بعذاب هو أشد وأبقى. أشد لأنه يحيط بالإنسان ظاهرا وباطنا من كل الجوانب، وأبقى ليش أبقى؟ لأن عذاب الدنيا ينتهي، ينتهي بالموت، عذاب القبر ينتهي أيضا لأن مرحلة، أما عذاب نار جهنم إلى هم فيها خالدون، نعوذ بالله من ذلك. في تأويل هذه الآية الكريمة أو بيان أجل المصادر، الآيات اللي الله تبارك وتعالى يذكرها في القرآن قد يكون لها تكون لها مصادق متعددة. أجل المصادق تذكر في الرواية، وهذا ما ينفي بقية المصادق أيضا. من أجل المصادق لهذه الآية الكريمة ما ورد عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في بيان من أسرف: وكذلك نجزي من أسرف. من هو الذي أسرف؟ وأسرف في أي شيء؟ يقول الإمام الكاظم صلوات الله عليه: من أسرف في عداوة آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين ولم يؤمن بآيات ربه. هذا بيان للإسراف على التفسير الأول. آل محمد آيات الله تبارك وتعالى، علائمه دلائله إليه، فمن أسرف في عداوتهم كالنواصر كبعض أبناء العامة كالدواعش، هؤلاء أسرفوا في عداوة آل محمد، النتيجة ولم يؤمن بآيات ربه. النتيجة المترتبة على ذلك: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية في تعويلها وبيان أجل مصادقها: يعني من أشرك بولاية أمير المؤمنين غيره. ولاية أمير المؤمنين من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أشرك بولايته الأول الثاني الثالث. هاي الآية تقصد أولئك. ولم يؤمن بآيات ربه وترك الأئمة معاندة فلم يتبع آثارهم ولم يتولهم. نستجير بالله من ذلك: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.